اللون هو جزء من الحياة، الحياة تتجلى بالألوان. طبعاً الرسام والفن بشكل عام يصمت أو يختفي عندما يبدي تبدأ أصوات المدافع. يعني أنت تشتغل في السلم مو في الحق، وبالتالي صوت الفن يخفت، صوت الثقافة يخفت عندما يبدأ صوت العنف. هو عالم الرسام يعني يبدو واسع جداً، منشغل بكثير أشياء وعنده علاقات وسوي معارض وتشوف متاحف، بس أنا أعتبره عالم صغير جداً. يعني أنا مكتفي بأن أرسم وعندي شوية طلاب وأقرأ، لأنه الفنان هو مفكر، شخص مفكر.